اكيد لما نحكي مازدا عم نحكي بشو توني عبدو مدير مبيعات بشركه عين بخاطر. كيفك توني؟ تمام جورج. انت سي اكس 3 فعلا يعني وقت ما نزلت على السوق اللبناني عم تلاقي رواج كبير. مزبوط. يمكن لانه هالسياره هيدي مناسبه جدا للبنان للمنطقه بشكل عام. ميني اس يو في. بس بدايه خبرنا ليش هالطلب يعني بركي لانه يمكن الشيء اللي حكيته هو شيء اساسي بعرف. مزبوط. بس ليش الطلب اليوم اكثر شيء عليها بلبنان؟ هي عالميا كترند جديد الميني اس يو في لانه صارت بتمشي كسياره للمدينه وقت يكون في ترافيك وبنفس الوقت اذا عندك جبال وثلج وكذا ولا شباب مبلش سواقه جديد سيفتي كل شيء هذا بلبنان عندنا كل هالمواضيع موجودين يعني عندنا جبل وعندنا ثلج وعندنا عجقه عندنا طلاب جامعات بدهم ياخذوا سيارات صغيره ومصروف حلو وبنفس الوقت عم تكون سياره فيها كل التكنولوجيا مشان هيك حتى هالديزاين القوي كثير اللي عم يشد العالم على الطريق عم يجيب لنا عالم حتى من غير الدعايات بس شوفها شخص على الطريق عم يجي دغري يسال عنا بالشركه. صحيح شكله ملفت جدا خاصه اللون الحلو اللي معنا شو أكيد. هو هذا دايناميك بلو. دايناميك بلو اسماء الالوان دائما مميزه بمازدا عم نشوف شكل فعلا كثير اتراكتيف طبيعي بجانت بلونين تو تون عم بيكون الوي ويلز 18 انش مثل ما عم نشوف دائما عم بيكون 3 دايمنشنال بيطلع من الهاب هيك بتحسه فالش لاقط الارض يعني عم يعطيك عم يوحي بالستابيليتي للسياره على الطريق وعم يكون في عنا دائما من ورا مثلا عم نشوف هلا بتشوف فيها السياره هيك المسلز والهالبامبرز بتحسون انه مزبوط سياره رياضيه مع انه هي سياره اس يو في بس عطينا طابع رياضي مع اثنين سورتين مثل هذا سورتين عم نشوفهم اكزوست عم بيكونوا كروم اكزوست حتى الستوبات اللي عم نشوفهم بيتماشوا مع الكود ديزاين اللي دائما بنحكي عنه يعني بيتماشوا مع الواجهه وعم نشوف دائما في بتحس فيها بهالديزاين 3 دايمنشنال شيب بتحس الضوء اتس ا بيس اوف ارت منه ضوء منه ستوب عادي نعم وهذا جمال المازدا كمان عندنا الانتين ستيل شارك انتينا شارك او دنب شارك 100% هذا عم يوحي كمان بسبورتي لوك بزياده تنت جلاس من ورا كمان مع لو روف بتشوف السقف واطي عم نشوفها ستريتش للسياره بتحس بوز طويل شورت اوفر هانجز عم يعطيها كانها السياره يعني سياره رياضيه بامتياز وبنفس الوقت عم تكون فور ويل درايف فعلا جامعه كل شيء المازدا سي اكس 3 كمان نظره اخيره على الناحيه الاماميه الحلوه كثير مع الكالندرا والجريل الكروم نعم. مع الفوج لايتس الحلوين هذا نيو فيس ليفت هذا نيو فيس ليفت للكودو ديزاين عم يبلشوا يحطوا زي كان عم يجوا السيجنال لامب من تحت مع الفوق مفصولين عن الضوء بس بيجوا بالعرض هلا صايرين عم يجوا هيك فيرتيكال وعم نعم. يعطيها كمان اجريسيف لوك اكثر واكثر في شويه تغييرات اكيد عم تكون على الناحيه الاماميه بطبيعه الحال توني بقى مثلا تعرفنا على شكلها للمازدا سي اكس 3 حنتابع جولتها على السياره بنوصل لانا وياك لداخل السياره ونشوف اكثر مواصفاتها من جوا مشاهدينا اكيد داخل المازدا سي اكس 3 طبيعي يكون مميز يعني اول شيء الاي ستوب خبرنا عنه توني عم نشوفه على الشاشه اللي بتوسط اكيد التابلو نعم شو عم نشوف هون؟ هون عم نشوف فيول ايكونومي مونيتور هيدا لانه فيها السياره اي ستوب هو الاي ستوب شغلته بس تكون ماشي السياره بعد شيء تسير بتدعس فران بيطفي الانجن بيعمل بوز هيدا ليوفر بنزين هون بهالطريقه بنكون عم نعمل مونيتورنج للمصروف البنزين بتصير تفرجيك السياره قد ايه انت وقفت قد ايه بهالتوقفات اللي انت وقفتهم وطفى الانجن قد ايه وفرت بالبنزين ناحيه البطاريه كمان كمان طبيعي بس بالنتيجه هذا اكثر شيء موجه للاي ستوب انه بس يكون عم بيشوف شخص بيعشق تسير بيدعس فران يطفي الانجن ويعمل بوز ويريح السياره ويكون مصروفها خفيف كثير حلو على كل حال عم تشوف ديزاين من جوا كثير كثير لوكس الجلد موجود الستيتشينج بالاحمر كمان الجلد على جوانب التابلو مزبوط مع هالكربون فايبر اللي عم بيكون هذا عم يعطي طابع رياضي اكثر ليذر ستيرنج حتى عم بيكون والليذر شيفت نوب حتى كمان يعطي طابع فخم للسياره مع انه هي سياره ميني اس يو في بنذكر وفور ويل درايف بنفس الوقت رياضيه وعم تكون فخمه يعني عم تجمع كل هالمواصفات سيستم سبورت فينا نعوضه كمان اذا بدنا نسوق سياره رياضيه لانه بلاك كمان على فتحات الاي سي ومع الزيح الاحمر فعلا سيارة كثير حلوة من جوا ستارت ستوب انجن اكيد وطبيعي عندنا شيء تحكم من الفولان بالشاشة مع البلوتوث وغيرها اهم شيء انه السيارة لجيل الشباب بتتماشى معه مع السمارت فونز اللي معه لحتى يصيروا باي فويس يقدروا يتحكموا بالسيارة ويحسوا انه في انتراكشن بينه وبين السيارة اللي عم بيسوقها بالنهار بعد ما كنا بالداخل بننزل نحكي اكثر عن الانجن وكمان في عندنا خبرية مهمة قلنا اياها خاصة للشباب صار وقت نحكي عن محرك السي اكس 3 من مازدا اكيد توني 4 سيلندر عم نشوفها على السياره من ورا اول ويل درايف هي دائما بتشد بالاربع دوريب ولا بس نعوزها
اوتوماتيكلي بتتحول لفور ويل مثل كل انظمه الدفع الرباعي بالمازدا. هي لما تعوز الفور ويل بتركب الفور ويل بتصير فور ويل درايف السياره، واذا لا بتكون عم تشد من قدام دفع امامي. هيدي الشغله اكيد عم تكون للناس اللي بتكون عم تسوق جديد او مبلشين سواقه جديد او حدا ما بيعرف يسوق، بتامن يعني بتخليه ما يتلبك بالسواقه، خاصه نحن بلبنان بنستفيد عنا هون جبال وعنا ثلج وعنا اوقات طرقات بتزحط، هيدي سيف اكثر عم تكون باليد. سعه المحرك قد ايه عم تكون؟ 2000 سي سي 4 سلندر 150 هورس باور سكا اكتيف، كمان مثل ما دائما بنقول ليوفر بالبنزين اكثر من غيره، عم يعمل كثير عم يوفر بنزين، ما فينا نقول قد ايه لانه بنزين ما كثير بلبنان يعني فيك توفره، بنفس الوقت عم بيكون فيه باور تورك اكثر من غيره ب 15%. كثير منيح، يعني سيارة بتلبي كل طموحات الشباب خاصة. أكيد. واليوم كمان في دعوة خاصة بنوجهها عبرك. نعم. كل الشباب اللي عاملين ميكانيك. نعم. دارسينها. نعم. حابين يشتغلوا بليفل عالي بهالدومين، اليوم عند مخاطر فاتحين المجال. فاتحين المجال، نعم، نحن بالنسبة لنا هي مش بس عم نبيع سيارة، نحن مش بس إنه سيارة ونزلت على السوق وحلوة، نحن عم بكون في عنا كثير بنفت، عم نعمل أوفرات لزبوناتنا، بس بنفس الوقت نحن عم ننقي البارتنرز تبعنا اللي عم يكونوا النخبة بالسوق، إن كان بكل شيء عم يكون بالسيارات، حتى بالموظفين عم ينعمل لهم انتنسيف تريننج، عم نجيب نحن هلا نخبة العالم، ونحن بندعي كل الأشخاص اللي عندهم شهاداتهم وكل الأشخاص اللي بحبوا يشتغلوا عنا بالبادي شوب، عنا ثلاث أفران وعنا كثير شغل عم بيكون أدفانسد، أكيد رح يكون عندهم فرص كثير مهمة كثير. كان هلا اناونسمنت اللي عم هيدي مشن كمان حابين نكفيها اكيد. طيب بدنا نتابع حديثنا معك توني، واخر شيء بدنا نشوف السبيشل ديل الموجود اليوم على سياره المازدا سي اكس 3. توني دائما في سبيشل ديل بمازدا 12 شهر بالسنه 100%. هلا نحن كسياره مبلش جديد عم نحكي بلانشينج برايس، لانه عليها دائما بكون السياره اول اطلاقتها بنحب نعمل عليها سبيشل اوفر. اللانشينج برايس هو عم بيخليها تكون منطلقة السيارة، بنفس الوقت عم بيكون في عنا 0.99% فايدة اللي هي أوطى نسبة فايدة بالسوق، هيدي الأكثر شيء عم توفر على زبونتنا. دائما السعر أكيد بيشمل عندكم التدفئة والتسجيل وكل شيء باكج واحد طبيعي، حتى إنه عم بيكون في عنا الوارنتي اللي عم تكون أوبن مايلج 5 ييرز وارنتي، هيدي أهم شيء وهيدي الشغلة الوحيدة اللي ما حدا عم فيه ضربنا فيها بالسوق، لأنه عنا برودكت كثير مهم وفري ترابل كار، 5 سنين اوبن مايلج بتوقع هيدي كل العالم بتقدر بتفكر انه تريح بالها وتشتري مازدا وتكون دائما راسها مرتاح. شكرا توني على المعلومات عن المازدا سي اكس 3، اكيد بنشوفك بحلقه جايه، تابعونا بمازدا ويك الاسبوع مشاهدينا على الام تي في باوتو فوكس، الى اللقاء.